أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قراراً يقضي بتجميد حسابات قوات الدعم السريع وشركاتها في جميع البنوك بالسودان وفروعها في الخارج. ونص القرار على منع صرف أي المستحقات أو ميزانيات مرصودة لها. كما أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي قراراً بإعفاء محافظ بنك السودان المركزي حسين يحيى حنقول من منصبه وتعيين برعي الصديق علي أحمد بدلاً منه.